أهلا وسهلا بحضراتكم. العمل السياسي في مصر لا يهدأ على الإطلاق، لا يهدأ بمعنى أنه في نشاط سياسي كما جرت العادة في مصر خلال الأونة الأخيرة، ويمكن كان أبرز ما يحدث في النشاط السياسي هو الحوار الوطني مما لا شك فيه، وكذلك أصبح لدينا كمان ملتقيات الأحزاب والكيانات السياسية اللي أصبحت بتعقد اجتماعات وملتقيات ضخمة جدا وبها الكثير أيضا يمكن من القرارات، وفي ملتقى الأحزاب والكيانات السياسية واللي تم انعقاده في مدينة الزقازيق محافظة الشرقية. الحقيقة أنه هذا الملتقى كان واحد من أكبر الملتقيات الحزبية اللي موجودة يمكن لشهادتها مصر في الأونة الأخيرة. كان هذا الملتقى بيجمع تقريبا أكثر من 50 حزب وكيان سياسي، وزي ما كنت بقول لكم كان في محافظة الزقازيق، في مدينة الزقازيق في محافظة الشرقية، وكان هذا الملتقى بالتحديد لاستطلاع آراء الأحزاب والأحزاب والكيانات السياسية المشاركة في مسألة ترشح وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية رئاسية جديدة. فكان هذا التأييد وهذا الترشح بعد تأييد الترشح كان جاي بعد اجتماعات كثيرة وأيضا مكثفة قبل هذا الملتقى. وصلنا في هذا الملتقى إلى تأييد كافة الكيانات والأحزاب لترشح فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية رئاسية جديدة. مش عايز أطول عليكم، وعايزكم تشوفوا المزيد من التفاصيل وتشوف الحجم الكبير للكيانات الممثلة، أيضا الحجم الكبير للجماهير المصرية التي أتت خصيصا لحضور هذا الملتقى. شوفوا في التقرير ونرجع نكمل الكلام. دعوة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني بمشاركة كافة القوى والأحزاب السياسية خلقت لنا مناخ سياسي يعبر بينا نحو الجمهورية الجديدة، مصرين كلنا كممثلين أحزاب اللي احنا نستغل تلك الفرصة، كلنا ثقة في وعي المواطن المصري مصطف خلف قيادته السياسية لاستكمال المسيرة نحو الجمهورية الجديدة. رسالة شكر وتقدير وامتنان لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. على حجم الإنجاز اللي قدمته داخل الدولة المصرية، بنقول لسيادتك احنا فاكرين كل اللي تم بدءا من التضحية والإنجاز اللي تم في 2013 وبيعيشه الشعب المصري حتى الآن، مش ناسين حالة الفزع والرعب اللي كنا بنعيشها من الإرهاب اللي كان بيعج بربوع الوطن، ودلوقتي إحنا بننعم بالأمن والأمان في ظل وجود سيادتك. مش ناسين إن كان في كتير من الشعب المصري وصل لمرحلة إن هو بيقول إحنا اتنسينا، سواء من اللي كانوا بيموتوا على الطرق او اللي موجودين في مساكن غير امنه، ولكن احنا دلوقتي بننعم بدوله قويه في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ينعم المواطن فيها بحياه كريمه من مساكن وصحه وطرق. بندعو سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح لاستكمال المشوار، وبنأكد له حزب مصر الحديثة داعم ليك يا سيادة الرئيس، أعضاؤه قياداته احنا داعمين، والشعب المصري دايما داعم. الشعب المصري يا سيادة الرئيس ما بينساش الجميل ودايما موجود وبيرد الجميل. سيادة الرئيس نتمنى لك التوفيق ونتمنى لك
إن شاء الله إنك تحصد كل اللي زرعته ونكون معاك وتقود المركب إن شاء الله. حزب حماة الوطن كان أول حزب يعلن تأييده ودعمه لترشيح الرئيس لفترة جديدة ودعوته لإعلان ترشحه، وذلك إيماناً منا بأن الرئيس السيسي أحدث نقلة نوعية في كافة المجالات. حقيقة تحالف الأحزاب المصرية هو داعم للدولة المصرية، ونحن نعمل بجهد كبير حتى نؤكد دعائم وقوة يعني الدولة المصرية، وندعم السيد الرئيس في كل المناحي والإنجازات التي تتم على أرض الوطن. لابد أن نحمل القيادة السياسية وفخامة الرئيس المرحلة المقبلة التي نحلم بها جميعا، لابد أن تكتمل حياة كريمة، وهي من أعظم المبادرات التي رأيناها في الفترة الأخيرة بنفس القيادة السياسية التي أشعرت وبدأت في عمل وفي إنجاز يفوق أكثر من 30 سنة التي أنجز فيها في الماضي. حينما أتكلم عن الإرهاب فأجد في خاطري سيناء وما عاناه أهل سيناء وما عانته مصر بكامل أطيافها، وبفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل تصميم القيادة السياسية وتصميم الجيش المصري أصبح الإرهاب اليوم غير موجود وتم القضاء عليه. نحن جميعاً يجب أن نتوحد تحت راية واحدة وهو الوطن والمحافظة على الوطن. نقول له يا سيادة الرئيس أكمل ما بدأته ونحن معك يا سيادة الرئيس. ستحيا مصر دائماً بشبابها وبأبنائها وأيضاً بأحزابها السياسية الحقيقية التي تتواجد اليوم لدعم المواطن المصري ودعم سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة القادمة. لقاؤنا اليوم هو لقاء متجدد لأحزاب مصرية أرادت أن تكون معاً في هذه المرحلة الفارقة، في هذه المرحلة الفاصلة من عمر الوطن. لذلك نحن نريد من الرئيس أن يستكمل ونستكمل به تلك التحديات التي وضع أسسها في هذه المرحلة. 2.5 مليون فدان سوف ينضموا إلى الأرض المصرية لكي نحقق ما أعلنه الرئيس من قبل، تحقيق الاكتفاء الذاتي ليس في المأكل فقط، ولكن وليس في الملبس فقط، ولكن في كل ما يحتاجه المصريين. بدعو حضراتكم وبدعو الشعب المصري بكل أطيافه للمشاركة وإن هو يقول كلمته، وخلونا ما نكررش اختيار 2012 وما ننساقش وراء خطابات المظلومية، ونختار صح اللي قادر يقود شعب مكون من 120 مليون مصري. بنحيي حضرتك على ما قدمته للشعب المصري من إنجازات ومجهودات وحفاظ على الشعب المصري على المستوى الداخلي والمستوى الإقليمي، وبنقول لسيادتك احنا متمسكين بيك وعايزينك تستمر معانا ومعاك إلى ما شاء الله يا سيادة الرئيس. واليوم تثبت الأحزاب المصرية أنها متواجدة على الخريطة السياسية وليست كما يقال أنها لا وجود لها، وأتمنى إن شاء الله أن ألتقي دائماً وأبداً على خير في ظل وجود قيادة سياسية كلنا ندعمها كلنا نقف خلفها ألا وهي الرئيس عبد الفتاح السيسي. نعلم أن أصبح بيننا مزيد من مساحات مشتركة للتوافق من أجل مصلحة الدولة ومن أجل مصلحة عليا داخل بلدنا مصر الحبيبة. سبق اللي احنا عقدنا اجتماع في مقر حزب مستقبل وطن مع السادة ممثلي الكيانات المتواجدة الآن على مائدة الحوار، وتم التوافق فيما بيننا على دعم وتأييد ترشح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.